بدك يا دتة؟ موتني عفاري. صباح الخير يا استاذ فهيم. واللي يشوف وشك يشوف خير. طب ليه وانا داخل عليك بوث رجلي يا بني ادم؟ 900 تليفون جايين لي من الصبح، كل الزمان بتشتكي. منطقه المهندسين كلها ما راحت لهاش كهرباء. مهندسين؟ امسك. ايه دي؟ كرتونه الجرايد تسرح بيها على كعوب ام رجليك. حاضر. انت مش وش نعمه. وانت يعني اللي مكتوب على وثك التبعي؟ ام وثك شبه مطار القاهرة، صلاة واحد. لا عمنا انا اللي علقته. اثبت منه اخينا الدور عندنا. ازاي يعني يا ريت يا ام احمد بتحمل ولا ايه؟ طب خلاص طلاق بقى علي، ما وراكب مع حد غيري. يا جدعان بقى خلصوا بقى، تاخروا اتعصب عليكم وعصبيتي مش كويسه. انت تخرس خالص وما تفتحش بقك. افتح بقي ليه وانا حاسس مصر زيت؟ اخرس ما تهرباش يا ابني، احسن انا رسولك تحت العجل على الطلاق. طب استنى يا ريت، ورنا تيرس ازاي يا ريت؟ اهرسه انت بتفدي لك على الارض وانا راسي. ده دم، ده مش دم، ده كابوس. كابوس يا مسكر. هو كل يوم يا استاذ مسكر؟ هعمل لك ايه؟ انت اللي ظابط نفسك على الجردل. وبعدين ايه الريحه الورثه دي؟ دي ميه طبيخ. طبيخ؟ انت ايه؟ طبخه رجلين جوزك النهارده؟ ازاي يا معلم تسيب صبايك ياخد العيش بتاعك؟ ينفع كده؟ اه ينفع. الغنم جعان. تاكل الغنم العيش بتاعي؟ يا تخلي عندك شويه رحمه دي ارواح. لا واروح تبعي. يعني اهم ارواح في المنطقه. طب لو سمحت يا معلم خليه يجيب عيش بدل الراحه. مش هيحصل. يعني ايه يا عم يا فتوانه؟ اخرس يا جليل الرمائي. انت بتضربني؟ اهري انا ضربت يا خالد. مين اللي ضربك يا؟ انا ضربت خلاص. انت ضربت في الحاره وتهزقنا يا خالد. ما حدش ياخد لنا حقنا في الحته دي. مين دلوقتي يا فتوانه المنطقه دي ضرب هاني باختي؟ هو المعلم حصل. وفيها ايه؟ وفيها ايه؟ الله وفيها ايه افضل ما يمد ايده عليك؟ في اخوك الكبير وضربك، وبعدين احنا متعودين ان اخواتنا الكبار بيضربونا، والكبار هيفضلوا طول عمرهم كبار واحنا بنتضرب. يبقى نتضرب من غير غاغه بقى. ها نتضرب بقى من سكاب بقى ومن غير غاغه. قلتلي عليا يا خالي. اخرس يا جاز لما هو بتطلع فوق تحت. انا بقولها لك، بقولها لك من غير خيسه. اسفين قوي يا معلم حصوه، واعلى مفخرك اركبه. حته وسخه ومدير غير بالدراع، وراجل جلابيه قاعد على الكرسي وعامل لي فيها معلم. يا حبيبي وحشتيني. ايه يا ابو لما خلاص بقى؟ ولا ولا طالع ولا نازل، وقفان انت زي لقمه في الحوض. تعالى جوه. بس انت عبيط قوي يا بس. يا بس اهدي اهدي بقى، اهدي شويه بقى، اهدي. اي جوه ليه؟ هنا المسرح هتنطر؟ تعالى اقول لك، تعالى جوه يا بنت. خش بس هقول لك. انت مجنونه. ما هو ده مش بتحب ده. هقول لك. تعالى اهدي اهدي. الله الله الله، ايه ده ايه ده؟ ايه الصوره دي؟ ده ابويا وامي. والله وده وانت وانت صغيره ولا ايه؟ يا بنت بقك مستفز، انت كلك مستفز. انا بقى هوريك اللي عمرك ما شفته. يا بلدي هو يا واد انت، ما فيش مساله. ايه دي دراسه طلوع الروح دي ولا ايه؟ يا بنت ابوك هيوديني في ده، لسه متخانق معاه تعب. ابويا ظلمني يا تتة، وحرمني من حلم حياتي اني اكون رقاصه. وانت اللي هتنجزني يا تتة. ليه وانت هتنتحري؟ لا امال ايه؟ هتتجوزني وتشغلني رقاصه. رقاصه؟ اه هنكسب دهب يا تتة. ايه اللي هنكسب دهب؟ وهي دي فيها كلام ساعتك؟ طبعا هنكسب دهب. ده احنا مش بعيد نكسب الجمعيه التاسيسيه ونقبضها الاول كمان. غوري يلا يلا غوري. بس حلو كده زر. انت بس لو تبطلي بس تتفرجي على افلام الفنانه ناديه جندي حياتك هتبقى مستقره. وانا عايزه استقر معاكي. بطلي 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 بطلي.
بتتكلمي انت؟ انا بالصالون يا بنت الرزينة. تعالى يا بنتي وعي بقى. اه بس مش عايزني تخطي. طب وحياة امي لو وريك يا تتح. اخ حصل يا بنت؟ ضربني يما ضربني بجد يا بنت. يبقى حبك يا منكوسه يعني اطمن يما. اجري يا بنت شوفي لنا محطه رقص كده نهيص شويه. توحشني قوي يا مستر. والله عدتكم هنشبع منها. احنا بنشبع منك يا بروف. هنستنى الميعاد اللي جاي على نار يا مستر ان شاء الله. الله يرضى عليك. هنا بنضع على ازيك يا تتح؟ كويس. انت عامل ايه؟ بوم. ما طبعا لازم تبقى بوم. وايه اللي مقطع هدومك بالشكل ده؟ يا بس كنت بتفرج على فيلم الكرنك. جبت لي كتاب الطبيخ اللي قلت لك عليه؟ مستنيه انت. صح؟ اهو كيفيه الحش وفي الفنجان. غاوي حش وانت. ستر. ربنا يهدي العاصم يا رب. بتنجان اسود برضو. اهياني. سلامتك يا قلبي. هادي هادي خلاص بقى هادي. هو انا مش خلاص جبت لك حقك قدام الناس بقى بالحاره تحت الحاره الوسخه دي؟ وبعدين انا كنت كمان عمال اضربك برضك عمال اميز لك كده عشان يبقى كله في المنص ويبقى انت كده خلاص فاهم الحكايه. مش هو ده المفروض اللي افهم ايه بقى انت بتضربني بجد؟ ايه هز؟ اما اكلمك بص لي هنا. بص لي هنا لما اكلمك. ايه؟ كبرت؟ خلاص؟ زورك بقى وسع كده؟ هنجركزك بقت عريضة؟ خلاص بلغت؟ كان لازم بطاطي. كان لازم بطاطي هذا عشان خاطر الريح تعدي وكل هذا من اجل خوف عليك. خوف ايه؟ ايه يا خالد؟ انا اصحابي قطعوك يا حسوة ده ولا حاجة. يا انت ما بتحسش؟ عمال اظهر لك في جسمي وعمال اقول لك يا هادي وبتاع وانت برضه كمان ما بتحسش خالص. يعني يا خالي الواحد يسكت عن حقه ويسيب الظالم يبرطع؟ انا ده حاجة. ألذ حاجة إن أنت تكون نايم وواكل على قفاك و24 قراط وزي الفل. طب عايز إيه تاني؟ نايم متظبط نفسيا محطب وزي الفل. في إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ وبعدين هي كلها 60 70 سنة اللي هنعيدهم في الدنيا. هو هتكون حاطط فكر في دماغك إن أنت خلاص مخلد موجود كده على طول زي مصاصة دماء. يا هاد إحنا هنضيف على الدنيا خلاص. ويا بخت منظره خف. والله يا أخي مش عارف أقول لك إيه. ايوه كده ارجع لاصلك قر. تعالى خد موضه كده. تعالى خد مخالك يا وسخ. تعالى تعالى خلاص كده. ده احنا خلاص من نازل خلاص خلاص. طيب انت هتتحرك بيا خلاص. خدك سجيد بردك. تعالى تعالى. نزل جنة ولا ايه؟ ايوه حاضر. ايوه حاضر. ايوه حاضر جاي. حاضر يا رب عدي 60 80 سنة دول على خير. ايوه ايوه حاضر جاي اهو. حاضر حاضر خلاص خلاص. انا جاي في الحتة دي خلاص. انا جاي في ده خلاص خلاص. اتفضل يا ست سمانة. خش يا بنتي يا فوق لو معاكي النقاش. ادخل يا استاذ فرشة. حاضر يا معلم. الله هما فتحوا شارع جديد من شقتي ولا ايه؟ بصي بقى ياما انا عايزه الركنه دي وتذوقي مسخسخ. حلوه. والصاله بقى ياما عايزاها بقبوق مزعرر. ايه بقبوق مزعرر دي؟ بقبوق مزعرر. بس ايه الريحه على الارض؟ انت ايه فطران بامبرز؟ فطران بامبرز على الصبح. والسقف بقى ياما ماله؟ عايزاه كراميتا مسلح. اصل معلم قرني اكبر تاجر جديان اللي هيتجوز دي ما عجبتوش غير الشقه دي. قرني قبل ما يجوزك؟ اه. طب انا هستفيد ايه لما تقعدوا معايا هنا في قلب السقه وتتجوزوا؟ هاخد رز اكس؟
اسمع بس بلاش لماضه، تعال. ده كان كده كانت لغايه ما نجهز لها شقتها، وبعدين هسكت من عليك الست شهور المتاخرين. بجد؟ لا وايه، وهسلمك الشقه مدهونه ومتروقه. لا وايه هتفتح، خد التقيله. ايه هتسخ فوسي؟ لا يا راجل. امال ايه؟ انت ليك عندي كيلو لحمه ضاني كل اسبوع عشان تبر بيهم نفسك. بجد بالمصحف؟ والله لحمه ضاني ضاني؟ خد امضي بقى امضي. لا طب اديني فرصه افكر، انا موافق. هات لحمه ضاني ضاني ضاني. تفتح عشان الدنيا تفتح. يلا تفتح خلصني. ضاني صح؟ ضاني، انا عارف طعم الضاني. كمان هنا تفتح. ايوه انت اهو. خد الفضل. واحده ليا. واحده ليك بس بعد ما سجلهم في الشهر الوكاري. يا اخي امال ليه بيقولوا عليك ان انت راجل وسخ وسيء السمعه كده؟ مين اللي بيقول كده؟ الحته كلها بتتكلم عليك، بتقول انت اوسخ راجل وازمه الواحد في المنطقه. انت عمال تلوك معاه في ايه؟ خلصت ولا لسه؟ لا ما خلاص، الراجل موافق وكله مضى وموافق على الرحيل. ارحل يا تتع. ايوه ارحل، انا اذا كان علينا خلاص انا ممكن ارحل، بس يعني طب الواد الغلبان المسكين اللي نايم ده على الترابيزه. بقول لك ايه ياما؟ ايه؟ بس سيبوا له الاوضه اللي على السطح. والنبي ياما حنتي يا منكوسه حصوه. اديله الاوضه اللي فوق السطوح. الاوضه دي ايه؟ انت بتقولي ايه يا وليه؟ ولولوا عليك ساعتين وسكتوا يا بعيد حصوه. طيب سخريتها زيده، ممكن تديك بالجزمه. هز المفتاح، هز المفتاح. ما انت خلاص عرفت ان انت مدرسايا، والمعلم راح، المعلم جه ويا دوب سلب وجلابيه طالعه ونازعه السلم. حسوه ما تصحينا هب القتيل ده. ايوه ما انت ما تصحوش، ما تزعجوش الولد، الولد نومه خفيف. واسع يا عم، واسع يا عم، واسع يا عم. انت هترزعه الواد ايه؟ الواد لسه صغير ده. بص نايم عامل ازاي. هادي، قوم يا هادي، قوم. هادي ايه خير وحيد؟ يلا يا حبيبي قوم. هادي انا صح يا هادي. هادي ايه خالو؟ يلا قوم خاطر، عشان خاطر احنا خلاص خدنا الروف الجاردن اللي على السطح. هادي تعال خبز شوف. ايه ده؟ شايف؟ شوف تحت تعرف وبمفتاح. في حد في العيله سال مفتاح قبل كده بميداليا؟ ابوك الله يرحمه كان معاه حته حصان في رقبته. ايه ده؟